بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فكنا انتهينا في مدرسة الفقه الميسر إلى باب الخلع، يعني فرغنا الأسبوع الماضي من الطلاق، وهذه الليلة إن شاء الله ندرس الخلع وما يأتي. أما تعريف الخلع، فالخلع لغة مأخوذ من خلع الثوب، لأن كلا من الزوجين لباس للآخر، وشرعا فرقة تجري بين الزوجين على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. طبعا لابد من حفظ التعريف الشرعي، لابد من حفظ التعريف، لأن التعريف يكون جامعا مانعا، فكل كلمة توجد في محلها بالضبط، فلابد من الحفظ. فالخلع شرعا فرقة تجري بين الزوجين على عوض، لابد أن تكون على عوض مقابل مال أو عوض، على عوض تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. قوله فرقة تجري بين الزوجين على عوض، هذا العوض حده أن كل ما يصح مهرا صح أن يكون بدل الخلع، كل ما يصح مهرا يصح أن يكون بدل الخلع. وهذا العوض يأخذه منها أو من غيرها، المهم أن يبذل له العوض، سواء كان هي التي سوف تعطي هذا العوض أو يأخذه من غيرها مقابل فراقها. وهذا العوض كما قلنا يكون على مال يصح تملكه، سواء أكان هذا المال نقدا أو عينا أو منفعة أو حقا. نحن نشرح كلمة إيه على عوض. قلنا في العوض إنه كل إن كل ما يصح مهرا صح أن يكون بدل الخلع، فالعوض هو مال يصح تملكه أيا كان، سواء كان نقدا أو عينا أو منفعة أو حقا. نقدا كالذهب والفضة والدراهم والجنيهات إلى آخره، نقد. أو عينا، العين تكون قطعة أرض، دار، شقة، سيارة، مزرعة ونحو ذلك، عين وليست نقدا. أو يكون منفعة، منفعة كأن ترضع ولده وتحضنه، أو يسكن دارها سنة مثلا، فهذا أيضا عوض يصلح أن يكون بدلا للخلع. فالمنفعة كأن ترضع هي ولده وتحضنه، فالمفروض هي تستحق نفقة للحضانة والرضاعة، لكن هيكون المقابل هو هي أن تقوم بهذه الأشياء دون أن تأخذ منه شيء، فهي كأنه لم يدفع هذا المال مقابل أن يعني تتحمله هي بدون مقابل. أو مثلا يكون عندها دار، العوض ممكن يكون منفعة بأن يسكن دارها سنة مثلا، فبدل ما بيدفع لها مال يعني بدل ما تدفع له مالا، فهي دي لن تأخذ منه أجرة لمدة سنة، ويبقى ساكنا في دارها مثلا لمدة سنة. إذن العوض هو مال يصح تملكه عينا نقدا أو عينا أو منفعة أو حقا. حقا يعني الحق هنا المقصود أن
يكون هناك حق وجب عليه فهي إيه؟ يعني تسقطه وتعفيه، كأن تعفيه عن نفقة ولده الصغير وتتحملها عنه، فهذا عوض أيضا. إذن هذا معنى قوله فرقة تجري بين الزوجين على عوض. كما ذكرنا هذا العوض يأخذه من المرأة نفسها أو من غيرها، تدفعه المرأة لزوجها بألفاظ مخصوصة. فالخلع يصح بكل لفظ دل عليه، فيصح بلفظ الخلع أو بلفظ مشتق منه أو يؤدي معناه، مثل خالعتك على مبلغ كذا، أو فارقتك على كذا، أو فاديتك على كذا، أو فسختك على كذا، أو بعتك نفسك على كذا، أو طلقتك على كذا. فكل هذا مما يدل على الخلع بعوض تقبله المرأة. فإذا لابد أن يكون الخلع بما بألفاظ تدل عليه كما ذكرنا. حكم الخلع حكم أنه مشروع، الخلع في الجملة مشروع، لقول الله تبارك وتعالى: فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. ولحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة ثابت بن قيس أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، ولكني أكره الكفر في الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. اقبل الحديقة اللي هي العوض هنا، وطلقها تطليقة. ومعنى قولها: يا رسول الله، ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ولا دين، فهو يعني لا غبار عليه سواء في خلقه أو في تدينه، ولكني أكره الكفر في الإسلام، يعني المقصود بالكفر هنا الوقوع في كفران العشير، أي تقصيرها في حقه عليها وما يجب له، لأنها لشدة بغضها إياه لا لعيب عليه في خلق ولا دين، فهي لا يعني هي تكرهه وتبغضه بغضا شديدا، ربما لدمامة في شكله أو نحو ذلك، فهي كانت تبغضه وتخشى أن تقصر في أداء حقه فتؤاخذ من الله سبحانه وتعالى، وذلك كانت تخشى أن عدم يعني أدائها حقه يستجلب لها الوزر والكفران الذي هو كفران العشير أي الزوج، فأرادت أن تتخلص من هذه يعني المسؤولية حتى لا تعذب بتقصيرها في حقه، لأنها تبغضه ما كانت تحبه مع حسن خلقه واستقامة دينه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: اقبل الحديقة وطلقها تطليقة. فهذا وإن أطلق عليه طلاق، لكن هو بما أنه على مال فهو في الحقيقة إيه؟ خلع كما ذكرنا. يقول هنا: أحكام الخلع، تتلخص أحكام الخلع في الآتي: أولا، أن الخلع جائز لسوء العشرة بين الزوجين، هذه أول أحكام الخلع، أنه جائز مشروع بسبب سوء العشرة بين الزوجين، ولا يقع إلا بعوض مالي تفرضه الزوجة للزوج. أيضا الخلع لا يقع من غير الزوجة الرشيدة، لأن غير الرشيدة لا تملك التصرف لنقص الأهلية. أيضا إذا خالع الرجل امرأته ملكت المأرة بذلك أمر نفسها، ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها. فالمرأة إذا حصل الخلع وافتدت نفسها بهذا العوض المالي، لا يبقى للزوج عليها سلطان ولا رجعة له عليها، ليس كما هو الحال في الطلاق الرجعي يمكن في خلال فترة عدة أن يعيدها، لا، تقع طلقة إيه؟ أو يعني تكون فرقة بائنة، بلاش طلقة دي لأن قضية أخرى، هل هي فسخ أم طلاق؟
فيقع فرقة بائنة ولا يبقى للزوج سلطان، ارجعيها في خلال فترة العدة، لأن هذا تم مقابل مال. أيضا لا يلحق المخالعة أو المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها، لأنها تصير أجنبية عن زوجها. يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه بخلاف طلاق. يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. إذن الخلع ليس كالطلاق، يفترق عن الطلاق هنا في أنه يجوز في أي وقت سواء حال الطهر أو حال الحيض، لأن المنع من الطلاق في الحيض كان من أجل دفع الضرر الذي يلحق المرأة بطول العدة، والخلع شرع لإزالة الضرر الذي يلحق المرأة بسبب سوء العشرة. واضح؟ والحقيقة أن الضرر الذي يلحقها بسبب سوء العشرة أعظم من ضرر تطويل العدة، فجاز دفع أعلاهما بأدناهما، جاز دفع أعلاهما وهو الضرر الذي يلحق المرأة بسبب أنها تكرهه وسوء العشرة معه، فهو جاز دفع أعلاهما بارتكاب أخفهما وهو إيه؟ ضرر تطويل العدة بسبب وقوع الطلاق في الحيض. وأيضا في هذه الحالة هنا احنا بنبحث عن الضرر حتى لا تتضرر المرأة، فإذا كانت المرأة نفسها هي التي طلبت الفراق واختلعت نفسها ورضيت بالتطويل، فإن كان الحرص على عدم الضرر بالنسبة لمصلحة المرأة، الحفظ المحافظة على مصلحة المرأة، فهي نفسها التي ارتضت أو وافقت طلبت الفراق واختلعت وبذلت المال، وبالتالي تكون رضيت بالتطويل، يعني في حالة ما إذا كانت تطلب الخلع في أثناء الحيض حتى تطول عليها العدة وهي راضية بذلك فلا ضرر هنا. ولأن الله سبحانه وتعالى أطلق وقت الخلع ولم يقيده بحال أو لم يقيده بزمن دون زمن، في قوله تعالى فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ولم يقيد بحال أو بزمن. طبعا يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه، يجوز الخلع من كل زوج يصح طلاقه، يعني يشترط في الخلع أهلية الزوج، فكل من لا يصح طلاقه لا يصح خلعه. يستحب للزوج أن يجيب زوجته إلى الخلع إذا كانت الزوجة تتأذى ببقائها معه، كانت تتأذى ببقائها معه كأن تكرهه لسوء عشرته أو سوء خلقه أو دمامته أو خافت إثما بترك حقه وتضييعه. يعني لا ينبغي للزوج أن ينظر للزوج على أنها شيء يملكه، يعني هذا تصور مخالف للإسلام، شريعة الإسلام. المرأة ليست شيئا يمتلكه الرجل كأي ملكية، كمتلك الكرسي والسيارة وكذا وكذا، لا، المرأة ليست شيئا، لكن تراعى أيضا مصلحتها وتراعى يعني مشاعرها، ولذلك وجد هذا المخرج، كما أن للرجل حق الطلاق إذا أراد أن يفارقها لسبب أو لآخر، كان لها أيضا إذا تضررت من المعيشة معه أن تتحرر من قيد الزوجية بطريق يعني الخلع. فإذا كانت المرأة تكره المعيشة مع الرجل أو تكرهه وتبغضه وتخشى أن تخسر في حقوقه نتيجة ذلك وطلبت من زوجها الخلع، فيستحب للزوج أن يجيبها إلى الخلع. لكن متى يجب الخلع؟ يجب الخلع إذا رأى من زوجته ما يدعوه إلى فراقها من فاحشة أو ترك فرض، مثلا لا تصلي صلوات الخمس أو لا تصوم رمضان أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة له أن يلجئها إلى افتداء نفسها عن طريق الخلع، ويجب عليه أن
ويجب الخلع هنا كما قال تعالى ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. فهذا استثناء. كذلك يحرم الخلع مع استقامة حال الزوجين وعدم وجود خلاف أو شقاق بينهما. هنا ملاحظة مهمة جدا لا نقول فيها فقط يحرم، نقول يحرم ولا يصح. يحرم ولا يصح في أي حالة؟ أحسنت أحسنت. يحرم يعني أولا لابد أن نستحضر أن من شروط الخلع الرضا والقبول من الطرفين، لابد أن كلا الطرفين يكون راضيا ومختارا، لابد من الرضا بين الطرفين على الخلع يعني مقابل الاتفاق الذي يحدث، واضح؟ فلا بد من إيه؟ وجود شرط الإيه؟ يعني الرضا. لكن الرجل إذا كان غير راغب في المرأة فأخذ يعضلها ويضارها ويضيق عليها ويمنعها حقوقها لتفتدي نفسها بالخلع منه، فهذا هو الإمساك ضرارا لتعتدوا الذي نهى الله عنه، فقال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فهنا يحرم الخلع ولا يصح. لماذا؟ لانعدام شرط الرضا والقبول من المرأة، هو يضيق عليها ويؤذيها ويمنعها حقوقها ويضارها لتفتدي نفسها. فالآية التي ذكرناها آنفا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، فما دام ليس هناك عذر في هذا العضل فيبقى العضل على التحريم. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن لتفتدي هي نفسها كرها بالمهر مثلا أو بعض ما آتيتموهن. إذن يحرم الخلع ولا يصح إن عضلها وضارها بالتضييق عليها أو منعها حقوقها لتفتدي نفسها بالخلع منه. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. يشترط لصحة الخلع أن يكون النكاح صحيحا، سواء كان الخلع قبل الدخول أو بعده، حتى لو كانت مطلقة رجعية ما دامت في العدة، لأن لها حكم الزوجة. فإذا يشترط لصحة الخلع أن يكون النكاح صحيحا. نعم. يجوز لكل من الزوجين التوكيل في الخلع، فكل من صح خلعه لنفسه جاز توكيله ووكالته، والخلع عقد معاوضة، فيجب على الوكيل أن يلتزم بما وكل فيه، فإن خالف لم يلزم الموكل بالخلع. لابد أن الوكيل يحترم شروط وإرادة وكل ما وكل فيه من قبل يعني من وكله. أما مقدار العوض في الخلع فيجوز للزوج أن يأخذ من زوجته مثل ما أعطاها من المهر أو بعض المهر، وله أن يأخذ زيادة على ما أعطاها ما لم تكن الزيادة فاحشة ترهقها، فتحرم في هذه الحالة. لكن الأولى عدم أخذ الزيادة على المهر، لأن ذلك مما ينافي المروءة. يقول تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، فيما ما صيغة عموم، فلا جناح عليهما فيما افتدت به، لكن أخذ الزيادة ينافي المروءة. مما يترتب على الخلع أولا تبين المرأة من زوجها وتملك نفسها، هذه فرقة بائنة، واضح؟ طبعا هناك العدة بحيرة واحدة من أجل الإيه؟ الاستبراء الرحم، وليس من أجل كما في حالة الطلاق احتمال، لأن فترة الطلاق الرجعي بتكون ممكن أن ترجع لزوجها فتمد الفترة إلى ثلاثة قروء، لكن هنا هي أصلا غير راغبة في البقاء معه،
ولكن فقط تعتد بحاضة واحدة لأجل استبراء الرحم، فإذا تبين المرأة من زوجها وتملك نفسها، لا يملك هو أن يرجعها كما في حالة الطلاق الرجعي. كذلك يترتب على حصول الخلع أن على الزوجات أن تبذل العوض المتفق عليه. أيضا يترتب عليه كما ذكرنا إنهاء العلاقة الزوجية بينهما. المختلعة لا يلحقها طلاق لأنها ليست زوجة. أيضا لا رجعة على المختلعة أثناء العدة لأنها بائن كما ذكرنا أو أشرنا إلى ذلك من قبل. نعود إلى ما ذكره هنا من أحكام الخلع. إذا خلع الرجل امرأته ملكت المرأة بذلك أمر نفسها ولم يبق للزوج عليها من سلطان ولا رجعة له عليها. لا يلحق المخالعة طلاق أو ظهار أو إيلاء أثناء عدتها من زوجها الذي خالعها لأنها تصير أجنبية عن زوجها. يجوز الخلع في الحيض والطهر الذي جامعها فيه لعدم الضرر عليها بذلك، فإن الله سبحانه وتعالى أطلقه ولم يقيده بزمن دون زمن. يحرم على الرجل أن يؤذي زوجته ويمنعها حقوقها حتى يضطرها إلى خلع نفسها، لقوله تعالى: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يكره للمرأة ويحظر عليها مخالعة زوجها مع استقامة الحال ودون سبب يقتضي، كأن يكون الزوج معيبا في خلقه، هذا سبب عذر، ولم تطق المرأة البقاء معه، أو كان سيئا في خلقه، أو خافت ألا تقيم حدود الله. طبعا هذه الأحكام كلها كلما تمعنا فيها أكثر كلما أدركنا حكمة التشريع في كثير من القضايا التي تخص يعني المرأة. والعجيب والعجيب جدا أن العالم الغربي الظالم الباغي الذي يحاول تشويه الإسلام بكل صورة ممكنة، أكثر يعني نسبة النساء اللائي يعتنقن الإسلام في أوروبا وأمريكا من النساء أكبر بكثير جدا من نسبة الرجال. لماذا؟ لأن النساء حينما يعرفن الحقيقة ووضعية المرأة في الإسلام فإن هذا هو أكثر ما يجذبهن إلى اعتناق دين الإسلام لما يرين فيه من الكرامة وصيانة حقوق المرأة وغير ذلك. يعني في الأسبوع الماضي هناك مدونة تقوم عليها امرأة غربية مش فاكر أوروبية أو أمريكية، كانت بتقوم على مدونة من أشد المدونات حربا على الإسلام، ثم هي المرأة نفسها تقول إنني استمررت مدة سنة ونصف أقترب من الإسلام وأدرس، وأعلنت في الأسبوع الماضي إسلامها، وتحولت هذه المدونة إلى الدعاية للإسلام وتعريف الناس به ودعوتهم إليه على يد هذه المرأة. فالناس اللي بتقول السيف والإسلام انتشر، مين بيجبر هؤلاء الناس على الدخول في الإسلام بالسيف؟ يعني أحد الإخوة بالأمس أتاني بأوراق، كنت أتمنى أن احنا بس لكن أنا مش عايز أخرج عن الموضوع، عن معدل انتشار الإسلام في العالم. حتى الساسة الغربيين بيصرخون، بعضهم يقول: هل أصبح العالم مهووسا بالإسلام؟ يعني إيه الإقبال الشديد على الإسلام؟ هل أصبح العالم كله مهووسا بالإسلام؟ لماذا؟ النور دون الحق، نور الفطرة مع نور الوحي يلتقيان. فبالعكس تماما، أكثر ما يجذب النساء للدخول في دين الإسلام بالذات في أمريكا، وهذا في كتاب مستقل عن السبب أو الأسباب التي تجذب النساء إلى الدخول في الإسلام، هو وضعية المرأة في الإسلام، لأنهم يحاولون التشويه بكل صورة، لأن يعني عايزين زي إيه، يعني واحد بينفخ عشان يطفئ الشمس، هو اللي حيهلك ونفسه سينقطع، ولن هل يستطيع أحد أنه يمسك بإيديه كده ضوء الشمس ويمنعه من الانتشار؟ فهذا هو، لأن الإسلام لا في دول بتتبناه ولا المسلمين في وضع قوة عسكرية ولا قهر للشعوب الأخرى ولا إلى آخره، لا يوجد فقط سوى القوة الكامنة أو الجاذبية الذاتية التي هي في داخل الإسلام نفسه، التي تنشر نوره بهذه الطريقة في كل أنحاء يعني المعمور. نرجو أن نعود لهذا الموضوع قريبا ونفصل فيه شيئا، لكن كما ترون من يطلع على الحقيقة دائما بينجذب للإسلام،
اللي بيصد الناس وبيغذي التعصب في الغرب هو الآلة الدعائية الشيطانية التي هي خاضعة لليهود في الأساس. لكن غالبا يعني أغلب من يتعامل مباشرة مع الحقائق الإسلامية خاصة في هذا العصر عصر الانفتاح المعلوماتي بيفاجأ بما في الإسلام من حقائق، سواء في العقيدة، في الأحكام الشرعية، في التشريعات، في كل شيء. فيعني نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة الإسلام، وكفى بها يعني نعمة. الحكمة كما أشرنا من مشروعية الخلع أن الخلع بالنسبة للمرأة كالطلاق بالنسبة للرجل، كالطلاق بالنسبة للرجل. فإذا حلت الإسلام دين واقعي جدا يتعامل مع واقع، يعني إحنا كلنا بشر، هو ثابت بن قيس ده مش صحابي وزوجاته مش صحابية، لكن بشر، هي لا تطيق، لا تكلف الله نفسه إلا وسع، تكره زوجها، هل لأحد سلطان على القلب؟ فإذا نفرت منه ولم تعد تطيق الحياة معه، فكيف تجري بينهما علاقة يعني سوية؟ فلا بد من وجود مخرج لمثل هذه يعني الحالات. فإذا حلت الكراهية محل المحبة بين الزوجين، وزاد الشر واستحالت العشرة، إذن في هذه الحالة جعل الإسلام للخروج من ذلك سبيلا يريح الطرفين إذا استحالت العشرة بينهم. فإن كانت النفرة من قبل الزوج فإن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الزوج، بيد الرجل. طيب وإن كان النفور من قبل الزوجة كما يحصل في بعض العائلات، البنت مش عايزة تعيش مع هذا الزوج لسبب أو الأخر تكره، فعندهم إيه بعض العائلات يقولوا العيلة بتاعتنا ما فيهاش حاجة اسمها طلاق، العيلة بتاعتنا لها شريعة خاصة بها. لا، الشريعة الإسلامية تفتح الباب لحل مثل هذه المشاكل، لأننا في الدنيا ليسنا في الجنة، لهم فيها ما يشاءون خالدين، لا، لكننا في الدنيا وارد، يعني كل شيء وارد. إن كان النفور من قبل الزوجة ففي هذه الحالة أباح لها الشرع الشريف الخلع، لكن مقابل أن تفتدي نفسها بمال، لأن الزوج بذل المهر وتكلف نفقات الزوجية، فبالتالي إذا أرادت هي أن تتحرر يعني يكون بينهما اتفاق على بدل الخلع. ففائدة الخلع تخليص الزوجة من الزوج على وجه لا رجعة له عليها إلا برضاها وعقد جديد، لأنها تبين منه، لا تبقى له زوجة حتى في فترة العدة، عدة فقط لاستبراء الرحم وليس له حق الرجوع كما في حالة يعني الطلاق. فيبقى يعني تصبح المرأة لا رجعة للزوج عليها الخلع إلا برضاها وبعقد جديد، لأن الفرقة بائنة كما يعني ذكرنا. يقول هنا الحكمة من مشروعية الخلع، يقول من المعلوم أن الزواج ترابط بين الزوجين وتعاشر بالمعروف. قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، فهذه ثمرة النكاح. فإذا لم يتحقق هذا المعنى، فلم توجد المودة بين الطرفين، أو لم توجد من الزوج وحده، فساءت العشرة وتعسر العلاج، فإن الزوج مأمور بتسريح الزوجة بإحسان، لقوله تعالى فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان. فالرجل له سلطة الطلاق، والطلاق بهذا الرجل كما أشرنا من قبل، أن الرجل في الغالب أو الأصل في الرجل أنه يحكم العقل ولا يتهور ولا يندفع عاطفيا إلى الطلاق بالانفعال أو نحو ذلك، بخلاف المرأة لو كان الطلاق بيدها هيبقى الطلاق للركب، يعني إذا ترك في يد المرأة عند أول انفعال ستطلق. ولذلك تسمع كتير جدا في المشاكل أي مشكلة تحصل أول حاجة تقول له إيه؟ تطلب منه الطلاق، واضح؟ أسهل شيء. فمراعاة لتركيب المرأة وهي كتلة من العاطفة، وتركيب الرجل الذي في الغالب يحكم العقل والحكمة في مثل هذا، لأنه أكثر من سيدفع الثمن. فذلك جعل الطلاق بيد يعني الرجل، وأمره الشرع بأن يسرحها بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان.
فإذا وجدت المحبة من جانب الزوج دون الزوجة، فكرهت المرأة خلق زوجها، أو كرهت نقص دينه، أو خافت إثما بترك حقه، فإنه في هذه الحالة يباح للمرأة طلب فراقه على عوض تبذله له وتفتدي به نفسها، لقوله تعالى: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. طبعا الخلع فسخ بائن لا طلاق، الخلع فسخ بائن لا طلاق، سواء أوقعه الزوج بلفظ الفسخ أو الطلاق أو الخلع أو الفداء أو أي ذلك كما أشرنا في الألفاظ التي يقع بها الخلع. فالخلع فسخ بأي لفظ كان ما دام أنه بعوض. وإذا قلنا إنه فسخ ففي هذه الحالة يترتب على ذلك أنه لا ينقص به عدد الطلاق، ما تتحسبش طلقة من الطلقات الثلاثة، لا ينقص به عدد الطلاق، فهو فرقة بائنة وفسخ للنكاح، وليس من الطلقات الثلاث، إنما هو فسخ للنكاح لمصلحة المرأة مقابل ما افتدت به، مقابل ما دفعته أو بذلته، تبين به الزوجة ولا رجعة فيه، وتعتد منه بحيضة واحدة، وتحل له بعقد جديد إن رضيت، وإن خالعها عدة مرات، وإن خالعها عدة مرات تبين منه، لكن إن رضيت هذا أن ترجع ترجع إليه لكن بعقد جديد، فإن عاد إلى الخلع فهذه ما تتحسبش إيه؟ طلقات. ذكر الله سبحانه وتعالى الطلاق والخلع في آيات واحدة، قال تعالى: الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، سواء كان الطلقة الأولى أو الثانية. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاءت امرأة ثابت بن قيس بن شماس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ما أنقم على ثابت في دين ولا خلق إلا أني أخاف الكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفتردين عليه حديقته؟ فقالت: نعم. فردت عليه وأمره ففارقها. أيضا كما أشرنا من قبل، المختلعة تعتد بحيضة واحدة لأنه لا رجعة لها، فتكفي حيضة للعلم ببراءة رحمها كالاستبراء، كاستبراء الأمة مثلا. عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن ثابت بن قيس بن شماس ضرب امرأته فكسر يدها، وهي جميلة بنت عبد الله بن أبي، فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثابت فقال له: خذ الذي لها عليك وخل سبيلها. قال: نعم. فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تتربص حيضة واحدة فتلحق بأهلها، يعني تستبرئ بحيضة واحدة لأن هذا خلع. إذا حصل اختلاف في الخلع، يعني إذا اختلف الزوجان في جنس العوض أو في مقداره، ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول الزوجة مع يمينها. لماذا؟ لأن الزوجة في هذه الحالة مدعى عليها، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. كأن يقول زوجها مثلا: خالعتك بألفين، كنا متفقين أن العوض ألفين، فتقول: بل ألف. ولا بينة، لا هو معها بينة ولا هي معها بينة، فالقول قولها، القاضي يحكم قول مين؟ بقول المرأة أن هي ألف، والبينة شهادة مسلمين عدلين. فإذا حصل اختلاف في جنس العوض أو في مقداره، فإن كان المدعي يأتي ببينة شهدين عدلين مسلمين يؤخذ بالبينة، لكن إن لم تكن هناك بينة لواحد منهما فالقول قول الزوجة مع إيه؟ يمينها،
هذه القاعدة المعروفة في الحديث، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فيكون القول قولها مع يمينها أن ما يعني تذكره صحيح. لكن طيب اختلف الزوجان في وقوع الخلع، الزوج بيقول لم أخالعها وهي قالت بل خالعتني، ادعت الزوجة خلعا وأنكره الزوج ولا بينة له، ها القاضي يعمل ايه؟ واحد بس اللي جاوب، واحد فقط يجاوب، القول قول من؟ الزوج. لماذا؟ لا لأن الأصل ايه؟ بقاء النكاح، بنستصحب الأصل، الأصل بقاء النكاح وعدم الخلع، فإذا اختلف فهي قالت خالعني وهو قال لم أخالعها ولا توجد بينة، فيؤخذ بقوله هو مع يمينه، مع يمينه طبعا إن لم تكن هناك بينة، لأن الأصل بقاء النكاح وخل وعدم يعني الخلع. ننتقل بعد ذلك إلى باب الإيلاء. أما الإيلاء فهو لغة مأخوذ من الألية، الألية يعني الحلف اليمين، يقال آلى فلان يولي إيلاء وألية أي أقسم، كما في الحديث إيه من ذا الذي يتألى علي، من ذا الذي يتألى المألة والله لا يغفر الله لك، فقال من ذا الذي يتألى على الله علي أن لا أغفر لفلان إلى آخر الحديث. فالألية هي القسم، آلى فلان يولي إيلاء وألية أي أقسم. فالإيلاء أصلا هو الإيه؟ الحلف، وكان هو والظهار طلاقا في الجاهلية يستخدمه العرب بقصد الإضرار بالزوجة، فكان الرجل إذا كان لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره، كثير جدا من الأزواج هي النظرة بتاعته مش نظرة فعلا احترام لهذا الكيان الأدمي الإنساني، هو بينظر دائما، في ناس كتير موجودة للأسف في مجتمعاتنا أن المرأة ملكية شيء بيملكه، فتقول له طب ما تطلقها، يقول لك لما لو هطلقها هتتزوج غيري، واحد تاني يقول تقول له طلقها أو إثبت الطلاق أو اعمل كذا، يقول طب ما أنا طلقها طالب حقوقها، طب أنت عارف أنها حقوقها، فهذا من تعدي حدود الله. ولذلك لو تلاحظون في سورة الطلاق بالذات كثيرا ما ربطت أحكام الطلاق بصفة إيه؟ التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، كل الأحكام أن الحاكم هنا بيكون التقوى، لأن لو الزوج الذي في يده السلطة إنسان باغ معتد ظالم لا يخاف الله فهو سوف يتعدى حدود الله فيها ولا يعني يعدل. فإذا الظهار والطلاق كان من صور أذية المرأة والإضرار بها في الجاهلية، وكانوا يستخدمونه بقصد الإضرار بالزوجة. فكان الرجل إذا كان لا يحب امرأته ولا يريد أن يتزوج بها غيره يحلف ألا يمس امرأته أبدا أو السنة أو السنتين بقصد الإضرار بها، فيتركها معذبة معلقة، لا هي زوجة ولا مطلقة. فوضع الله سبحانه وتعالى حدا لهذا الجور، فحدده بأربعة أشهر وأبطل ما فوقها دفعا للظلم وللضرر. إذن الإيلاء شرعا هو أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته وهو قادر على الوطء، على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. هذا هو تعريف الإيلاء، أن يحلف زوج بالله أو بصفة من صفاته وهو قادر على الوطء، فإن كان عاجزا فليس هذا قضية إيلاء، على يحلف على ماذا؟ على ترك وطء زوجته في قبولها أبدا أو أكثر من أربعة أشهر. أما دليله فقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. أما شروط الإيلاء، أولا فأن يكون من زوج يمكنه الوطء، فلا يصح من عاجز عن الوطء لمرض لا يرجى برؤه أو شلل أو جب كامل،
ثانيا أن يحلف بالله أو صفة من صفاته لا بطلاق أو عتق أو نذر. أيضا أن يحلف على ترك الوطء أكثر من 4 أشهر. رابعا أن يحلف على ترك الوطء في القبل أي في الفرج. أن تكون الزوجة ممن يمكن وطئها، أما المرأة المتعذر وطئها كالرتقاء والقرناء فلا يصح الإيلاء منها. أما ألفاظ الإيلاء كما ذكرنا الإيلاء هو الحلف على ترك الوطء، ومن حيث الألفاظ ينقسم إلى نوعين: إيلاء صريح وإيلاء بألفاظ الكناية. فالإيلاء الصريح كأن يقول والله لا أجامعك أو لا أطأك أو لا أقربك أو لا أغتسل منك من جنابة ونحو ذلك مما يستعمل عرفا في الوطف. النوع الثاني من ألفاظ الإيلاء ألفاظ الكناية التي لا تكون إيلاء إلا بانضمام النية إليها، النية على ترك الوطف، كأن يقول والله لا أقرب فراشك أو لا يجمع رأسي ورأسك شيء أو لا أدخل عليك ونحو ذلك، وهو ينوي الإيلاء. ومن ترك الوطأ بغير يمين لزمه حكم الإيلاء، فيحدد له 4 أشهر ثم يطالب بالوطأ أو بالطلاق. يعني مش هنا حالة أخرى، شخص ترك الوطأ لكن لم يحلف إيه يمينا، فهذا يلزمه أيضا حكم الإيلاء ويحدد له 4 أشهر ثم بعد ذلك يطالب بالوطأ أو بالطلاق، طبعا إلا إذا أسقطت المرأة حقها في الوطء، فهذا داخل في باب الإيه؟ الصلح. الصلح للإيلاء 4 أركان: الحالف والمحلوف به والمحلوف عليه والمدة. هذه أركان الإيلاء. الحالف وهو كل زوج يمكنه الجماع، المحلوف به هو الله عز وجل أو أي صفة من صفات الله، المحلوف عليه هو ترك الجماع، المدة هي أكثر من 4 أشهر. فإذا حلف الزوج بالله على ترك وطء زوجته أكثر من 4 أشهر فهو مول يجري عليه حكم الإيلاء. يقول الله سبحانه وتعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. طيب إذا حلف الرجل ألا يطأ زوجته مدة دون 4 أشهر لسبب من الأسباب، حصل أي مشكلة أو أي قضية فحلف ألا يطأها مثلا لمدة 2 شهر أو 3 أشهر، أي مدة أقل من 4 أشهر، هل هذا إيلاء؟ ليس هذا إيلاء، لأن من أركان الإيلاء المدة، وهي أن تكون إيه أكثر من 4 أشهر. ففي هذه الحالة ماذا يفعل؟ الأولى هو حلف، فهنا الأولى والأفضل أن يكفر عن يمينه ويطأها، لأن ذلك خير لها وله، يعني يحنث في اليمين ويكفر ثم يعني يطأها. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أعتم رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، صلى العتم يعني العشاء، ثم رجع إلى أهله فوجد الصبية قد ناموا، فأتاه أهله بطعامه فحلف لا يأكل من أجل صبيته، حلف أنه ما واكل عشان جلاء الأولاد نايمين، حلف أنه لا يأكل من أجل صبيته، ثم بدا له فأكل، غير رأيه وأكل بعد ما حلف. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه. وهذا أخرجه مسلم. يعني لا تجعل اسم الله الذي حلفت به مانعا لك من الإيه؟ من فعل الخير، ولا تجعل الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، فلا تجعل اسم الله عائقا دون حصول الخير. إذا حلفت على شيء ووجدت غيره خيرا منه فافعل هذا الخير وكفر عن الإيه؟ عن اليمين. من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتها وليكفر عن يمينه.
فهذا الذي حلف ألا يطأ زوجته مدة أقل من 4 أشهر نقول له أفضل وأولى أن تكفر عن اليمين وتعود إلى وطئها، فإن ذلك خير لكل منكما. طيب، لنفرض أنه لم يطأها ولم يكفر، فما الحكم؟ هذا ليس إلى أن قضية دون 4 أشهر، هذا ليس إيه إلى. فبالنسبة للمرأة إن لم يطأها زوجها، دامت المدة أقل من 4 أشهر، إن لم يطأها زوجها ولم يكفر فليس لها غير أنها تصبر حتى تنقضي المدة، لأن هذا ليس في أحكام الإيه الإله، عليها الصبر حتى ينقضي الأجل الذي سماه وهو دون وأقل من 4 أشهر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين آل من نسائه. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سقط عن فرسه فجحشت ساقه أو كتفه وآل من نسائه شهرا، يعني حلف أن لا يقرب نسائه شهرا وآل من نسائه شهرا، فجلس في مشروبة له درجتها من جذوع، فأتاه أصحابه يعودونه فصلى بهم جالسا وهم قيام، فلما سلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإن صلى قائما فصلوا قياما. ونزل 29، أما مر 29 يوما نزل من إيه من المشروبة، فقالوا يا رسول الله إنك آليت شهرا، إنك حلفت على مدة شهر، فقال إن الشهر 29، وهذا الحديث متفق عليه. يقول هنا طبعا الإلاء يعني فيه تأديب للنساء العاصيات الناشزات على أزواجهن، فأبيح منه بقدر الحاجة وهو 4 أشهر فما دونها، واضح. أما ما زاد على ذلك فهو حرام وفاعله آثم لما فيه من الظلم والجور على النساء، لأنه حلف على ترك واجب عليه. يقول هنا في حكم الإلاء، الإلاء محرم في الإسلام، الإلاء محرم في الإسلام، فلما أقول الإلاء محرم يبقى الإلاء اللي هو مستوف أركانه ومنها المدة، لكن إن كان أقل من 4 أشهر فهذا ليس إلاء كما أشرنا آنفا. فالإلاء محرم في الإسلام لأنه يمين على ترك واجب، فإذا أقسم الزوج على عدم جماع زوجته أبدا أو أكثر من 4 أشهر فهو مول، فإن حصل منه وطئ لها وتكفير عن يمينه قبل انتهاء 4 أشهر فقد فاء، يعني رجع إلى فعل ما تركه، والله يغفر له ما حصل منه. وإن أبى أن يطأ بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين، يعني هنا بنناقش حالة إيه، إذا حلف ألا يطأها أبدا أو مثلا لمدة 6 أشهر، أي مدة تزيد على 4 أشهر، فإن كفر وعاد إلى وطئها سقط الإلاء، وإن لم يكفر ويعد إلى وطئها انتظرت هي حتى تمضي 4 أشهر ثم طالبته بوطئها، فإن أبى طالبته بطلاقها، ولا يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بمعروف أو يعزم بالطلاق، لقول الله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. يقول هنا وإن أبى أن يطأ بعد مضي المدة وطلبت المرأة ذلك منه فإن الحاكم يأمره بأحد أمرين، أولا الرجوع عن يمينه ووط زوجته ويكفر عن يمينه، أو الطلاق إن أبى إلا التمسك بيمينه. فبرضو تلاحظون التصرف، إن الشرع بيوقف الناس عند حدودها، عند حدود الله، هي ليست ملكية، ليست أمل، ليس شيئا يملكه حتى يتصرف تصرفا مطلقا كما يحصل من بعض يعني الرجال.
وإنما هناك يعني حدود كما ترون. فإن رفض الأمرين السابقين، رفض الرجوع عن اليمين وأن يطأها ويكفر عن اليمين، ورفض أيضا أن يطلقها وتمسك بيمينه، فإن القاضي يطلق عليه. في هذه الحالة يتدخل القاضي، فإما أن يطلق عليه أو يفسخ، لأن القاضي يقوم مقام المولي عند امتناعه. في هذه الحالة الذي يحكم بالطلاق هو من القاضي، كما ناقشنا الأسبوع الماضي الحالات التي يطلق فيها القاضي. إذن من آل من زوجته أكثر من 4 أشهر، فإذا مضت 4 أشهر طالبته بالوطئ، فإن وطئ فلا شيء عليه إلا كفارة اليمين، فإن أبى طالبته بالطلاق، فإن أبى طلق عليه الحاكم طلقة واحدة منعا للضرر عن الزوجة، فإن خرجت من العدة بعد الطلاق ولم يراجعها بانت منه. يقول هنا: فإن رفض الأمرين السابقين فإن القاضي يطلق عليه أو يفسخ، لأنه يقوم مقام المولي عند امتناعه، والطلاق تدخله النيابة. فإن انقضت مدة الإيلاء وبأحد الزوجين عذر يمنع الجماع، أمر الزوج أن يفيء بلسانه فيقول: متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها. فمعنى الفيئة أنه لا ينوي إيقاف الإضرار والتوقف عن الإضرار، فإذا كان يعني انقضت المدة وهو عاجز عن الوطء لسبب أو لآخر، ففي هذه الحالة يكون الفيء بالإيه؟ بالكلام، بأن يقول: متى قدرت جامعتك، لأن القصد بالفيئة ترك ما قصده من الإضرار بها. وألحق الفقهاء بالمولي في هذه الأحكام من ترك وطء زوجته إضرارا بها بلا يمين أكثر من 4 أشهر وهو غير معذور، فيلحق، هو لا يأخذ حكم الإلاء بالضبط، لكن إيه؟ يلحق بالإلاء. لماذا؟ لأن الفرق بينه وبين الإلاء أن الإلاء فيه حلف، هذا لم يحلف، هذا مجرد ترك، لكن يجمعه مع الإلاء قصد الإيه؟ الإضرار بها، ولذلك ألحق بحكم الإلاء. يذكر أيضا من أحكام الإلاء، يقول: ينعقد الإلاء من كل زوج يصح طلاقه، مسلما كان أم كافرا، حرا أم عبدا، ومن الغضبان والمريض. في هذا التشريع الحكيم من الله سبحانه وتعالى بأمر المولي بالوطء أو الطلاق إزالة للظلم والضرر عن المرأة، وإبطال لما كانوا عليه في الجاهلية من إطالة مدة الإيلاء. يقول أيضا: لا ينعقد الإيلاء من مجنون ومغمى عليه لعدم تصورهما ما يقولان، فالقصد معدوم منهما، النية والقصد معدوم من المجنون والمغمى عليه. بعد ذلك ينتقل إلى الباب السادس في الظهار، يقول: تعريف الظهار: الظهار لغة مأخوذ من الظهر، وشرعا أن يشبه الرجل زوجته في الحرمة بإحدى محارمه بنسب أو رضاع أو مصاهرة أو ببعضها، فيقول الرجل إذا أراد الامتناع عن الاستمتاع بزوجته: أنت علي كظهر أمي أو أختي أو غيرهما، فمتى فعل ذلك فقد ظاهر من امرأته. إذن الظهار هو أن يشبه الرجل زوجته بامرأة محرمة عليه على التأبيد، يعني يشبهها بالمرأة أو بجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر أو البطن أو الفخذ، كأن يقول لزوجتي: أنت علي كأمي أو أختي أو بنتي، فهذا كله يأخذ حكم الظهار، أو يقول: أنت علي كظهر أمي أو كبطن أختي إلى آخره، أو يقول: أنت علي حرام كظهر أمي أو كأمي أو كبنتي ونحو ذلك. وأصل الظهار أن أهل الجاهلية كانوا إذا كره أحدهم امرأته ولم يرد أن تتزوج بغيره آلى منها أو ظاهر، آلى منها كما شرحنا في الإلاء للأبد أو مدة طويلة، أو ظاهر
بأن يقول أنت عليك ظهر أمي، فتبقى معلقة لا ذات زوج ولا خلية من الأزواج. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فأبطل الإسلام هذا الحكم وجعل الظهار محرما للزوجة حتى يكفر زوجها كفارة الظهار صيانة لعقد النكاح من العبث. طبعا يعني الحكمة من إبطال الظهار الذي كان بهذه الصورة في الجاهلية هي يعني كما هو معلوم الإسلام أباح نكاح الزوجة، فإتيان الزوجة حلال، فهذا المظاهر ماذا فعل؟ حرم نكاح زوجته بلفظ الظهار، أنت عليك حرام كظهر أمي أو أنت كظهر أمي أو كذا. فمن حرم ما أحله الله له من نكاح زوجته فقد قال منكرا من القول وزورا. كثير من الناس لما يقع في الظهار لا يشعر بالجريمة التي ارتكبها، ولا يشعر بها، وبيركز في إيه الكفارة، وبيحسب أن الموضوع عادي حقه أن هو يظهر. لا، أصل مجرد صدور الظهار من المسلم سماه الله إيه؟ منكرا من القول وزورا، فهي جريمة في حد ذاتها بغض النظر عن الكفارة. لكن مجرد أن مسلم يستعمل هذه الأساليب الجاهلية هذا محرم عليه، وسماه الله منكرا من القول وزورا لأن فيه تحريما لما أحله الله له، وتشبيها للحلال بالإيه؟ بالحرام، حينما يقول أنت كظهر أمي أو نحو ذلك. فكذلك الذي يطلق يعني ويحلف بالطلاق، أو ما هو يرتكب حلف غير الله، أو الذي يعني يطلق بالثلاث أو يطلق في الحيض، هذا كله آثم لأنه يخالف الإيه؟ الطلاق السني، وينحرف عن شريعة الله سبحانه وتعالى التي حرمت الطلاق في الحيض. ويعني ما ذكرناه بالتفاصيل في الأسبوع الماضي. إذن الظهار قائم على غير أصل، لأن لما يقول أنت كظهر أمي، هل الزوجة كالأم؟ فالزوجة ليست أما حتى تكون محرمة كالأم، فأنت تقول إيه؟ منكرا من القول وزورا. أبطل الإسلام حكم الظهار فأنقذ الزوجة من الحرج والجور والظلم، وجعل عقوبة من فعله ثم عاد كفارة غليظة للزجر عنه. طبعا هو الظهار، هل أو السؤال ما هو الشبه أو وجه الشبه بين الظهار والإيلاء؟ أيوة، يعني الظهار والإيلاء كل منهما يمين تمنع الوطء ويرفع منعه الكفارة، في الإيلاء كفارة اليمين وفي الظهار كفارة الظهار، فهذا وجه الشبه، يمين تمنع الوطء ويرفع منعه الكفارة. طيب إيه الشبه بين الظهار واللعان؟ أن كلاهما يمين لا شهادة، يمين لا شهادة، فالظهار يشبه اللعان في أنه يمين لا شهادة. نعم. طيب ما هي أركان الظهار؟ أركان الظهار أربعة، هي أولا المظاهر وهو الزوج، المظاهر منها وهي الزوجة، الصيغة وهما يصدر من الزوج من ألفاظ تدل على الظهار، رابعا المشبهة به وهي كل من يحرم وطؤها على التأبيد كالأم ونحوها. الظهار يأخذ صورا عديدة، يمكن أن يكون الظهار منجزا كقول الزوج لزوجته أنت علي كظهر أمي، الآن يعني لم يعلقها على وقت أو فعل، هذا اسم منجز تنجيز، فهذا منجز. ممكن الظهار يكون معلقا ويصح، كأن يقول إذا دخل رمضان فأنت عليك ظهر أمي، فهنا ظهار إيه؟ معلق عكس المنجز. يصح الظهار مطلقا كالعبارة التي ذكرناها أنت علي مثلا كظهر بنتي مطلق، ويصح مؤقتا أنت عليك ظهر أختي في شعبان، فهنا إيه؟ مؤقت. طيب إذا كان الظهار معلقا أو منجزا فلا يحل له أن يجامعها حتى يكفر
كفارة الظهار. يعني في حالة إذا دخل رمضان مثلا في حالة أنت عليك ظهر أمي، أو إذا دخل رمضان فأنت عليك ظهر أمي، في هذه الحالة لابد من الكفارة حتى تحل له. فإذا كان معلقا أو منجزا فلا يحل له أن يجامعها حتى يكفر كفارة الظهار. وإن كان الظهار معلقا أو مؤقتا فإذا مضى الوقت، وقال مثلا في شعبان، فإذا مضى الوقت زال الظهار وحلت المرأة بلا كفارة، لكن إن وطئها في المدة التي حددها اللي هي شعبان مثلا لزمته الإيه؟ الكفارة. واضح؟ فالظهار كما أشرنا محرم لأنه منكر من القول وزور، ويجب على من ظاهر من زوجته أن يكفر كفارة الظهار قبل الوط، يجوز له أن يمسها حتى يبدأ أولا بالإيه؟ بالكفارة. فإن وطئ قبل التكفير فهو آثم وعليه الكفارة وعليه التوبة والاستغفار من قوله وفعله، ويظل ممتنعا أيضا. مش أقول يعني ذم أتى امرأته في قبل التكفير خلاص ما فيش مشكلة، لا، يجب أن يمتنع من إتيانها حتى يكفر أولا. يقول الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. فالظهار حرام لقوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائكم من نسائهم، إلى قوله: وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وكان الظهار طلاقا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام أنكره واعتبره يمينا مكفرة رحمة من الله سبحانه وتيسيرا على عباده. فيحرم على المظاهر والمظاهر منها استمتاع كل منهما بالآخر بجماع ودواعيه كالقبلة والاستمتاع بما دون الفرج قبل التكفير لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للمظاهر: لا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله به. أما كفارة الظهار فتجب كفارة الظهار على من ظاهر من امرأته وأراد العود، والله رؤوف بالعباد، لأن الله سبحانه وتعالى جعل إطعام الفقراء والمساكين ومواساتهم كفارة للذنوب وماحية للآثام. يقول هنا: كفارة الظهار مرتبة على النحو الآتي: أولا، عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب. لابد أن تكون إيه؟ الكفارة الأولى بالترتيب: عتق رقبة مؤمنة سليمة أو سالمة من العيوب، سواء كانت هذه الرقبة صغيرة أو كبيرة، ذكرا أو أنثى، المهم رقبة مؤمنة. فإن لم يجد الرقبة، يعني كما في عصرنا هذا، فإن لم يجد الرقبة أو لم يجد ثمنها، صام شهرين قمريين متتابعين. لابد أن يصوم شهرين متتابعين، لا يفصل بين الشهرين إلا بصوم واجب كصوم رمضان أو إفطار واجب كالإفطار للعيد وأيام التشريق والإفطار للمرض والسفر. يبقى العتق رقبة مؤمنة لم يستطع، فصيام شهرين قمريين متتابعين. فإن لم يستطع الصوم فيطعم 60 مسكينا، لكل مسكين مد من البر أو نصف صاع من غيره من قوت البلد. وكما ذكرنا يعادل حوالي يعني 1.20 كيلو، لكن إن غذى المساكين وعشاهم كفى، إن جاب 60 مسكين غداهم وعشاهم يكفيه ذلك. لقوله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا إلى آخر الآيات. ويقول تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا
فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد، يبقى في ترتيب، لابد نراعي الترتيب. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله، وتلك حدود الله، وللكافرين عذاب أليم. ولحديث سلمة بن صخر البياضي لما جعل امرأته عليه كظهر أمه، أمره النبي صلى الله عليه وسلم بعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد الإطعام. فإن جامع المظاهر قبل أن يكفر كان آثما عاصيا، ولا تلزمه إلا كفارة واحدة، وتبقى الكفارة معلقة في ذمته حتى يكفر، وتحريم زوجته عليه باق أيضا حتى يكفر. مش معنى أنه يكون خالف وأتى يعني زوجته قبل التكفير يبقى انتهى، انكسر الموضوع، لا، تعود أيضا حراما عليه، إيه يعني لا يقربها حتى يكفرا. أما آثار الظهار فإذا ظهر الرجل من امرأته ترتب عليه أمران: الأول حرمة وطء الزوجة حتى يكفر كفارة الظهار، كذلك يحرم عليه المسيس والتقبيل والمعانقة ونحو ذلك من مقدمات الجماع. الثاني وجوب الكفارة بالعود، العود هو إيه؟ هو العزم على الوطء، العزم على الوطء. فإذا وطئ المظاهر امرأته قبل أن يكفر استغفر الله تعالى من ارتكاب الإثم وامتنع من الاستمتاع بزوجته حتى يكفر. يقول تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. طيب إذا ظاهر من نسائه بكلمة واحدة، فقال للنساء مثلا أنتن عليك ظهر أمي بكلمة واحدة، تلزمه كفارة واحدة. أما إذا ظاهر منهن بكلمات متفرقة كل واحدة على حدة ظهر منها، فيعني لزمه لكل واحدة كفارة. إذا قال لزوجته: إذا ذهبت إلى مكان كذا فأنت علي كظهر أمي، إذا قصد بذلك تحريمها عليه فهو مظاهر ولا يقربها حتى يكفر كفارة الظهار. لكن إن قصد منعها من هذا الفعل ولم يقصد تحريمها فلا تحرم عليه، لكن يجب عليه كفارة يمين ثم ينحل يمينه. إن قصد بذلك الإيه؟ مجرد منعها ولم يقصد أبدا تحريمها عليه. طيب ماذا عن حكم تحريم الحلال بمناسبة أن الزوجة حلال والزوج يحرمها بالظهار؟ ذكرنا حكم الظهار، فماذا لو حرم الإنسان على نفسه ما أحله الله له؟ لا يجوز لأحد أن يحرم ما أحله الله على نفسه، ومن حرم على نفسه حلالا من طعام أو لباس ونحوهما فهو آثم وعليه كفارة يمين. طبعا الحلال هنا غير وطء الزوجة، لأن إذا حرم على نفسه الزوجة بالظهار مثلا ففي حكم الظهار الذي ذكرناه، لكن إذا حرم على نفسه حلالا من طعام أو لباس ونحوهما فهو آثم وعليه كفارة يمين. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وقال تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة. هنا على التخير أو، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.